بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرة اليوم وهي هنستكمل على الخريطة السكرومترية، ولكن هنا حندرس شغلات مهمة كتير في الخريطة السكرومترية بتفيدنا في تكييف الهواء، كيف نحسب في حالة إيش التبريد المحسوس، وفي عندنا التسخين المحسوس، وفي عندنا الرطوبة، وفي عندنا في حال تم عمل ميكس بين الهواء راجع من المكان المكيف مع هواء جاي فريش من الخارج، كيف يتم مزجهم وحساباتهم. هذه الحسابات كتير مهمة وفي المحاضرة هذه، ونرجو التركيز فيها لأن العمليات السكرومترية كتير بتسهل علينا في التصميم وفي حساب أخذ اللازم للعمليات السكرومترية، وكتير مهمة وبدنا تركزوا فيها بشكل كبير لأنه المواضيع هذه مواضيع مهمة كتير وبتفيدكم كمهندسين في عمليات التصميم وفي فهم عمليات إيش بصير عندنا في التكييف الهواء من ناحية رطوبة، من ناحية التسخين، من ناحية التبريد. فأرجو أنكم تركزوا في هذه المحاضرة بشكل كبير. نأتي الآن على ندرس السكروماتيك بروسيسز اللي هي العمليات السكرومترية. طيب هندرس شغلتين ونركز عليها، sensible heating وهندرس sensible cooling. أول حاجة sensible heating اللي هو بنتعرف عليه إنه أنا أعمل تسخين بدون أي تغيير في specific humidity، بدون أي تغيير في إيش في الرطوبة النوعية. هاي نذكركم بالرطوبة النوعية إيش تعريفها، is the ratio of mass of water vapor to mass of dry air، اللي هي كتلة بخار الماء على كتلة الهواء الجاف، هي الحرارة النوعية. وعشان الرطوبة النوعية عشان نذكركم فيها في الخريطة انه كنا نقول الرطوبة النوعية بتكون موجودة على ايش على يمين الخريطة السكرومترية وبكون خطوطها دائما أفقية. طيب إذا الحين اللي هو التسخين المحسوس هو تسخين يحدث دون أي تغير في الرطوبة النوعية. طيب إيش يعني نفسرها؟ في عنا إحنا عندنا هنا هواء بدخل بدرجة حرارة T D1 اللي هي الحرارة الجافة، الحرارة الجافة TD1. هذا الهواء بدخل في ملف تسخين عندنا، هذا بدخله ملف تسخين بخار ماء سخن عشان يسخن ايش يسخن الهواء. فبدخل TD1 يعني الهواء يدخل بدرجة حرارة جافة مقدارها TD1، يخرج ايش درجة حرارة جافة TD2. لكن هنا حرارة الملف هتكون TD3. اللي بدي أعرفه إنه TD3 أعلى من TD2 وTD2 أعلى من TD1، يعني ملف التسخين هذا درجة حرارته عالية جدا أو عالية، يعني الهواء لما يدخل فيه يدخل من خلال هذا الملف مستحيل انه يحصل على نفس درجة الحرارة TD3، فهو بخرج بدرجة حرارة TD2. لهذا لازم نعرف انه ايش ترتيب الحرارة، اعلى اشي حتكون TD3 تحت الملف، بعدين بيجي TD2 لانها سخنت، بعدين TD1 هذا الملف. لو جينا نطبقه على الخريطة السكرومترية ايش عندنا شروط التسخين المحسوس؟ شروط انه لازم فيش اي تغير على specific humidity،
لو فيش اي تغير على الرطوبة النوعية. يعني الرطوبة النوعية بدها تكون درجة الحرارة 1 و2 و3 على نفس الخط الأفقي. لو رجعتوا على خطوط الحرارة النوعية بتلاقوها خطوط أفقية، وبنقراها من على يمين الخريطة السكرومترية. طيب هنا درجة الحرارة T1 الجافة، بعدين TD2 بتاعت الخروج الهواء، هذه دخول الهواء وخروج الهواء، وTD3 بتكون درجة الحرارة بتاعت الايش الملف التسخين. عندنا هنا بدنا نعرف في نقطة مهمة، انه Φ1 بتكون عالية عند النقطة 1، اللي هو ايش المقصود بفاي 1؟ اللي هو الرطوبة النسبية relative humidity، بتكون عالية لأنه عندنا الخط هذا بتكون 100%، بعدين هنا بتقل ممكن تكون 90، بعدين حتقل عند خروج الهواء TD2 حتقل، وبعدين عند 3 عند ملف التسخين بتكون الرطوبة النسبية قليلة جدا. هدول الشغلات بدنا نعرفها. وقلنا من الخريطة، أنا لما أتبع الخريطة بلزمني شغلتين عشان أجيب باقي الشغلات، فهو إذا أعطاني Φ1 وأعطاني TD1 ممكن أجيب عند النقطة 1 باقي ال7 متغيرات اللي هو الإنثالبي وباقي المتغيرات المطلوبة. أنا عندي هان بتكون الإنثالبي أكثر إشي بتكون مطلوبة من الجدول، فأنا إذا حصلت على Φ1 وTD1 بكل بساطة عند النقطة هذه بتتبع وبوجد الإنثالبي عند النقطة 1، وبوجد الإنثالبي عند النقطة 2، وبوجد الإنثالبي عند النقطة 3. أهم إشي إنه النقطة 1 و2 و3 بكون على نفس المستوى الأفقي، عشان بقول شرط التسخين المحسوس إنه ما يكونش تغيير في الرطوبة النوعية، ولكن بصير تغيير في الرطوبة النسبية، إنه كل ما زاد التسخين كل ما قلت الرطوبة النسبية. طيب هنا معطينا معادلات متهيألي معروفة، كيو بتساوي الانثالبي عند 2 ناقص الانثالبي عند 1، لأنه أنا بهمني دخول الهواء وخروج الهواء، يعني في أي مجال تكييف أنا بهمني دخول الهواء بدخل بدرجة حرارة، بعد ما يتسخن بخرج بدرجة حرارة للتدفئة، هذا بيستخدموه في التدفئة في مواسم الشتاء، فبسخنوا الهواء عن طريق ملف وبتخرج درجة الحرارة ايش أسخن من الدرجة اللي دخل في هذا الهواء. لو اتبعنا المعادلات كيو اللي هي الحرارة اللي تم إضافتها في حكاية التسخين بكون إضافة حرارة، وفي حكاية التبريد بكون ايش فقد حرارة. إذا هان إضافة الحرارة بتكون كيو من H2 لH1، وهي H2 هاي H2 وهي H1 بقدر أجيبها عن الخريطة، وهيها بتسوي CB اللي هي وافتح قوس TD2 ناقص TD1 و WCBS و TD2 ناقص TD1. السي بي مقصود فيها السبيسيفيك هيت. عموما بقولنا انه هذا المصطلح سي بي اي زائد دبليو سي بي اس بسموه ايش هيوميد سبيسيفيك هيت اللي هو سي بي ام، وبقول هذا باخذوه قيمته 1.022، فبتصير الحرارة المضافة اللي هي كيو تساوي 1.022 افتح قوس تي دي 2 ناقص تي دي 1، والوحدة كيلو جول على كيلو جرام، وقلنا تي دي 1 اللي هي تي دي 2 تكون أسخن من تي دي 1 اللي هي الهواء الخارج للتكييف، وهذا الهواء اللي داخل قبل ما يتسخن اللي هو تي دي 1. نيجي على سنسبل كولينج اللي هو التبريد المحسوس، اللي هو يعني تعريفه تبريد بدون أي تغير في الرطوبة النوعية، يعني إن أنا بعمل تبريد دون أي تغيير في الرطوبة النوعية. ما قلناش الرطوبة النسبية، هنا بتفرق الرطوبة النوعية، وقبل شوي الـ specific humidity،
وقبل شوية قلنا لكم تعريف الـ Specific Humidity. الحين هنا إيش بكون عندنا؟ إيش تبريد. نتخيل هنا بدخل إيش اللي هو وسيط التبريد داخل ملف، وهذا وسيط التبريد يعني بكون إيش، تخيلوا هذا إيش فريزر، يعني هان دخل وسيط التبريد في مبخر ماشي زي ما انتم شايفين اللي هو بسموه كولينج كويل، اللي هو ملف تبريد بدخل في وسيط التبريد. اذا وسيط التبريد فائدته انه ايش ببرد، هناك دخلنا بخار ماء سخن عشان نسخن، هنا لا وسيط التبريد، فبدخل الهواء بدرجة حرارة تي دي واحد بخرج بدرجة حرارة تي دي اثنين. انا بدي اعرف حاجة واحدة، هذا تي دي ثلاثة بكون اقل درجة الحرارة في حكاية التبريد لانه بكون بارد جدا، فبدخل الهواء سخن او دافئ بخرج عندي بارد، لكن مش زي برودة ايش الملف التبريد زي ما انتم شايفين. فبتكون عندي رقم واحد اللي هي بتكون عندي اعلى شيء اللي هي الهواء الداخل، بعدين بيجي اعلى شيء في درجة الحرارة الجافة، بعدين بيجي عند النقطة اثنين بصير ايش عندي درجة الحرارة ايش بتسوي، بتقل. ليش؟ لانها دخلت على ملف تبريد فبدها تبرد درجة الحرارة. نيجي على النقطة ثلاثة، عند النقطة ثلاثة بكون بارد جدا ملف التبريد لانه هو المسؤول عن التبريد. فالنقطة احنا شايفين مشينا بالعكس، كنا في التسخين نمشي هنا واحد اثنين ثلاثة، الحين احنا بنمشي هنا واحد اثنين وثلاثة من اليمين الى اليسار على نفس الخط اللي هو ايش specific humidity لانها ثابتة، وقلنا الحرارة الرطوبة النوعية بتكون بشكل بخطوط افقية، عشان هيك عند واحد واثنين وثلاثة بتكون الرطوبة النوعية متساوية عشان يتحقق تعريف اللي هو التسخين التبريد المحسوس، انه يتم التبريد او طرد الحرارة بدون اي تغير في الرطوبة النوعية. هنا بنلاحظ انه كل ما كانت النقطة باردة درجة الحرارة الجافة باردة فبتكون الرطوبة النسبية، الرطوبة النسبية اللي هي relative humidity اللي هي بتكون ايش تكون قليلة، وكل ما صار برود اكثر لانه تي دي 2 ابرد من تي دي 1 بتزيد الرطوبة النسبية. وعند ثلاثة ملف التبريد بكون بارد جدا فبكون ايش الرطوبة النسبية فاي 3 اكبر اشي، فهنا عكس التسخين يعني هنا درجة الحرارة بتكون اكبر اشي واحد فبتكون الرطوبة النسبية قليلة، بعدين بتزيد عند اثنين، بعدين عند ثلاثة بتزيد. القوانين هنا في الاول كنا هيت ادد يعني اضافة الحرارة، هنا اللي هي ايش اللي هي بسموها فقد الحرارة او طرد الحرارة اللي بتسوي كيو اتش واحد ناقص اتش اثنين، وهنا عكسية صارت، في الاول كانت اتش اثنين ناقص اتش واحد لانه هنا عندي اتش واحد اكبر من اتش اثنين، هي اتش واحد اكبر من اتش اثنين. طيب ونفس القوانين كلها، وفي النهاية صفت انه ايش كيو هيت ريجكتد الحرارة المطرودة كيو تساوي 1.022 افتح قوس تي دي واحد عند النقطة واحد دخول الهواء ناقص تي دي اثنين خروج الهواء، وهنا انعكست. ليش؟ لأنه في التبريد بكون تي دي اثنين بعد ما تبردت ملف التبريد أقل من تي دي واحد، والوحدة بتكون كيلو جول على كيلو جرام، هنا الوحدة بحكينا هان لأغراض التكييف اللي هي الحرارة المحسوسة لكل دقيقة تعطى بالعلاقة هذه. هذا اختصار ايش sensible heat تساوي ام اي اللي هي ايش كتلة الهواء في سي بي ام اللي هي سي بي ام اللي هي الحرارة النوعية الرطبة
في دلتا تي الفرق بين درجات الحرارة بين الدخول والخروج. طيب الحين الأم الكتلة إيش بتسوي؟ الكثافة إيش بتسوي؟ الكتلة على الحجم، معنى الكلام إنه الكتلة بتسوي الحجم في الكثافة، فعوض عنها في في فرو في سي بي أم في دلتا تي، وقلنا دلتا تي لفرق درجات الحرارة. الفي ريت اوف دراي اير flowing in متر مكعب لكل دقيقة، متر مكعب لكل دقيقة. إذا هنا ال V ظلت إيش؟ متر مكعب لا إيش؟ لكل دقيقة. هنا عندنا ال V. طيب والرو كثافة إيش؟ كثافة الهواء عند 20 درجة، وعندنا رطوبة نسبية مقدارها 50%، تساوي 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب من الهواء الجاف. السي بي ام حكينا الرطوبة، الحرارة النوعية الرطبة، ومقدارها هي ثابت 1.022 كيلو جول على كيلو جرام كلفن. ومعطينا الدلتا تي آخر شيء فرق درجات الحرارة الجافة بين الدخول والخروج في ايش، وتكون درجة الحرارة بالايش بالسيليزية ما اعطينا اياها. اذا عندنا الاس اتش اللي هو سنسبل هيت تساوي في، بنعوض عن ايش الرو، هاي عوضنا على الرو، عوضنا على السي بي ام، وضربناها في الدلتا تي، فطلعت عندي ايش 1.2264 في دلتا تي، هانا كيلو جول لكل دقيقة، لأنه إحنا حطينا إيش الفي مش حجم، حطيناه على دقيقة هنا، لأنه الفي اللي بنعرفها حجم متر مكعب، لكن هنا حطيناه على دقيقة، فلازم يطلع الجواب عندي كيلو جول على دقيقة. هنا قسمنا على 60 عشان نحصل على كيلو جول في الثانية، فطلع عندي هيو 0.02044 في ضرب دلتا تي كيلو جول على ثانية. الجول على ثانية وات، إذا الكيلو جول على ثانية معطينا إياها بسموها إيش كيلو وات، أي زي ما عطينا 1 كيلو جول على ثانية 1 كيلو وات. طيب هنا جبت لكم جدول من كتاب عربي عشان ألخص لكم إيش المتغيرات اللي بتصير معي في ال7 متغيرات في حالة التبريد المحسوس والتسخين المحسوس. في حالة التبريد المحسوس درجة الحرارة الجافة بتقل زي ما انتم شايفين، بتخش على ملف مبرد في وسيط تبريد فبتبرد، فبتكون الثانية أقل من الأولى، هنا في نزول. طيب ودرجة الحرارة الرطبة إيش؟ بتكون إيش؟ برضو في نزول. الرطوبة النسبية بتزيد زي ما احنا شفنا، تبدأ من اليمين للشمال فبتزيد. أما الرطوبة النوعية ثابتة بكون كلها على خط واحد specific humidity، بكون الخط الأفقي ثابت، وهذه من شروط التبريد والتسخين المحسوس إنها فيش تغير في الرطوبة النوعية. الحجم النوعي بقل، الانثالبي بقل، بقل يعني بتكون إيش النقطة 2 أقل من نقطة 1، درجة الندى بتكون ثابتة فيش عليها تغير. في حالة التسخين المحسوس بتزيد درجة الحرارة الجافة وبتزيد درجة الحرارة الرطبة، لكن الرطوبة النسبية بتقل، كل ما أنا زاد التسخين الرطوبة النسبية بتقل. والرطوبة النوعية اللي هي specific humidity لازم تكون ثابتة، لأنه من شروط التسخين المحسوس إنه عند ثبات الرطوبة النوعية الحجم النوعي بيزيد، الانثالبي طبعا حيزيد في التسخين المحسوس، يعني نقطة 2 اتش 2 بتكون أكبر من اتش 1، ودرجة الندى إيش متساوية يعني ثابتة بتتغيرش. نأتي الآن على شغلة مهمة جدا ولازم تعرفوها، اللي هي بسموها باي باس فاكتور اوف هيتينج اند كولينج كويل، لما اللي هو بسموه باي باس فاكتور. ايش هو الباي باس فاكتور؟ انه انا في حالة ان انا بدي ادخل هواء مقداره مثلا كيلو جرام نفترض، بدي ادخله على ملف تبريد او تسخين، بلاحظ انه درجة الحرارة الخارجة
مش نفس درجة حرارة الملف التبريد أو التسخين. يعني إذا كان تبريد بدها تكون أعلى منه الخارجة، وإذا كان تسخين بتكون درجة الحرارة الخارجة بكون أقل من ملف التسخين. إيه سبب هذه الظاهرة؟ سبب هذه الظاهرة أنه في جزء مقداره إكس من قيمة الهواء الداخل بتدخلش على ملف التبريد أو ملف التسخين مباشرة، بتطلع في مكان تاني بعيدة، بتحتكش يعني في زعانف اللي هو ملف التبريد أو التسخين، بتحتكش كمية مقدارها إكس من الهواء لا تحتك في هذا الملف، وبتخرج مع القيمة اللي احتكت في ملف التبريد أو التسخين لمقدارها واحد ناقص إكس، هذه بتدخل بتكون احتكت في ملف التبريد أو التسخين، فبتكون أخذت درجة حرارته لما تختلط مع الهواء اللي ما دخلش على ملف التبريد والتسخين، فبتطلع درجة الحرارة المختلطة أقل في حالة التسخين من ملف التسخين، وبتكون أعلى في حالة التبريد من ملف التبريد. فهي المقصود by pass factor of heating and cooling، إنه في جزء ما مقداره إكس، هذا الجزء إيش بيعبرش مباشرة على ملف التبريد أو ملف التسخين، فبدخلش على الملف اللي هو مقداره إكس، أما الجزء اللي بدخل على ملف التبريد والتسخين مقداره واحد ناقص إكس. بقول تعتمد هذه الباي باس فاكتور على عدة أمور، اللي هو عدد الزعانف، كل ملف تبريد زي مثلا مبخر أو مكثف نفترض بكون له زعانف، وبعتمد على طول هذه الزعانف، وبعتمد على المسافة بين هذه الزعانف في الملف، هذا ملف التبريد والتسخين اللي هو هذا ملف بكون في الاير كونديشنينج، احيانا بيستخدموه في الفان كويل ان شاء الله، واير هاندلينج يونت ان شاء الله، هذول حندرسهم قدام في هذول. فبكون في ملف تبريد الاير هاندلينج يونت، في بكون ملف تبريد اذا الهدف من الموضوع هو تبريد، وبكون تسخين اذا ملف تسخين اذا الهدف من التكييف هو تسخين في حالة موسم الشتاء. وبتعتمد على عدد الصفوف اللي بكون في هذا الملف، بكون في صفوف مصفوفة ايش موازية الى بعض، وعلى اتجاه الفلو فيها، وبتعتمد على ال velocity of flow of air على سرعة الهواء اللي داخل. يعني انه هذه الباي باس قديش الكمية اللي فلتت من التسخين او التبريد، فهذه بتعتمد على الامور هذه. وانا معطينا ايش هاي معطينا، بقول انه الملاحظة انه الباي باس فاكتور اوف كولينج كويل ديكريزز، بقل with decrease in fins spacing، لما انا بقلل ايش من المسافات بين الفينز، وانكريز ان نمبر اوف روز، وبزيد اذا كان عندي اعداد من الاعداد من ايش الصفوف في الكويل هذا، صفوف من الفينز. طيب هنا ايش بحكي لنا؟ بقول انه في الوضع الايديال كونديشن، في الظروف المثالية، لازم تي دي 2 تساوي تي دي 3 تحت ايش الملف، ولكن بسبب انه عدم كفاءة هذا الكويل بتنتج عنا اللي هي الخاصية باي باس فاكتور، انه في جزء من الهواء بدخلش على هذا الملف، عشان هيك بختلط مع الجزء اللي تسخن او تبرد من ملف التبريد من الملف، وبتطلع درجة الحرارة هنا مختلفة عن الملف التسخين او التبريد. هنا طبق القوانين عشان يحصل على قيمة اكس اللي هي بيسموها باي باس فاكتور، وهذه بكتبوها ككتابة باي باس فاكتور، البي والبي
والاف هي باي باس فاكتور، فهي اشتقها من القوانين وطلعت قيمة اكس اللي هي تساوي تي دي 3 ناقص تي دي 2 على تي دي 3 ناقص تي دي 1. طبعا احنا نعاود نعيد، تي دي 2 الخارجة وتي دي 1 ايش الداخلة وتي دي 3 اللي هي الملف. في حال الهيتينج فبتكون تي دي 3 ناقص تي دي 2 هي تاعت الايش في الهيتينج 3 ناقص 2، لأنه بتكون 3 أكبر من 2. قلنا لو مثالية ممكن تسويها لكن مش مثالية، 3 ناقص 2 تي دي 3 الجافة يعني الحرارة الجافة للملف ناقص الحرارة الجافة للخروج للهواء الخارج على تي دي 3 على تي دي 1 الداخلة بتاعت الملف ناقص ايش الداخلة. في حالة الكولينج كويل انها حتصير تي دي 2 ناقص تي دي 3، لانه في حالة التبريد بتكون تي دي 3 اقل من تي دي 2، يعني ببرودش في حالة التبريد الخارج زي برودة ايش الملف، عشان هيك بتكون الخارجة الثانية اكبر من ايش درجة حرارة الملف، وتي دي على تي دي 1 ناقص تي دي 3. مقصود بدي انها دراي، يعني درجة الحرارة الجافة اللي بيكون في السيكرومترية باتجاه الافقي هاي تي دي 1، وعندنا هنا تي دي 2، وبعدين بترجع بتصير تي دي 3 هاي قيمتها. زي ما احنا شايفين هاي تي دي 3 اللي هي عند النقطة هذه، وهي تي دي 2 هاي الفرق بينهم تي دي 2 هيها، وهان تي دي 3 اللي هي تاعت ايش الملف هذا في حالة اعتقد التسخين، بتكون تي دي 3 اكبر من ايش تي دي 2 وتي دي 1، وبتكون تي دي 2 اكبر من تي دي 1. اذا هذول القانونين كتير مهمات عندنا. وهنا ما اعطيك ملاحظة، بقول لك الباي باس فاكتور بقول لك انه اذا كان صف واحد من الكويل من الملف هذا يوجد صف واحد فقط، معناته اكس اللي بتكون اللي هي الباي باس فاكتور، واذا كان من عدد نون من الصفوف فبتكون اللي هي الباي باس فاكتور اللي هي اكس اس نون. طب احنا نكتفي بهذا القدر لأنه بلاش تزهقوا، وإحنا بدناش تكون محاضرة مملة، وإن شاء الله بنكمل إيش في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لكن المطلوب منكم الدراسة أول بأول عشان ما يتراكمش عليكم، وإن شاء الله بعد المحاضرتين بنبدأ في أجزاء تقنية ومهنية، ممكن نحكي عن الضغط وأنواعه ونفرجيكم الضواغط والمكثفات ونفرجيكم صمامات التمدد والمبخرات كل إشي لحاله، بعدين حندخل على أنظمة التبريد كل نظام بنظامه إن نحاول نفسرهن ونحل عليهن مسائل، بعدين نخش على حساب الأحمال عشان نعرف أن هذه الغرفة قديش ممكن تسوي عندنا من التبريد، كم طن تبريد بده يلزمها. أو ممكن نخش كمان على موضوع الدكتات ومجاري الهواء ونحسب كيف نحصل أقطار هذه الدكتات وقديش فاقد الضغط فيها عشان نصمم مجاري هواء مناسبة في حالة التكييف المركزي، وحتى ممكن ندخل على مواسير المياه. إن شاء الله ربنا يسهل ونضل معكم إن شاء الله على خير، ونأمل إنه يكون الإشي وجاهي عشان نقدر نستوعب بشكل أفضل ونتفاعل في المحاضرة بشكل أفضل. شكرا لكم، والسلام عليكم، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.